بوجور يا حلوين. شو حاضرين؟ الكول فاتح 7 سنتي. قادر احكي الدكتور برجي؟ حاضر. يلا راح الكتير وما بقي الا القليل. هات لشوف. شوفوه هيدا زمر له. يا عم يا عم يا استاذ، شو بك واقف مثل العمود بنص الطريق؟ سيح، عنا شغل. شحي لك يا غادة، رح موت. ما رح تموتي ولا شي، هيدا تالت ولد بتولديه ولكي كيفك مثل القردة. تموت قال. الهيئة سامية رح تسبقك. الله يسمع منك. وانت ما رح تولدي قبل نص ليل. لولو قربوا المخصات كتير. ايه بس الكول مش فاتح غير 2 سنتي ومية الراس بعد ما نزلت. قولك بعمل ابرة الظهر؟ اذا بدك، بس بدك تقرري عبكير. باقية معي؟ ما فيي، خلص دوامي وناطرة لسلمكن للدكتور. رح تتركيني لوحدي؟ بليز ما تتركينا. ايه حرام عليكم، بدي اروح عند ولادي. ايه كلها 5 دقايق والدكتور بيصير هون. يا ريت انت بتولديني مطرحه، برتاح لك اكثر منه. خلص بقى بلا غنش، شو ما عندي شغلة غيرك أنا؟ كل سنة بتجيبي لي ولد، مش سامعة بتحديد النسل؟ بدنا نجيب الصبي. اه والله، لك هالتفكير، صرنا بالقرن 21 حبيبتي. إذا بتبقي معي، بوعدك إنه هي آخر مرة بخلف فيها. ميرسي جيهان، فريمون سيكولون، غدا ملوكي. صحتين خيي. بتصدقي صار لي شي سنة يمكن مش آكل مغربية. أكيد، لأنه مرتك منا فاضية للطبخ. بدها تشتغل ساشفة عم وتجرسنا قدام العالم. وكجيهان ما بتتعبي اختي؟ لا ما بتعب وما رح اتعب. بدي اعرف شو رجعها الشغلة. بدكم مصاري؟ معكم مليونز. يعني ما 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 ما, ما شو؟ لو محامية بقول اوكي، حكيمة بقول اوكي، ما بعترض. بس ساشفة؟ يا عمي اذا هي مبسوطة انت ليش تعبانة؟ لا انا بستحي فيها. نحن بكوات يا بيك. هيدي المهنة ما بتلق فينا ابدا. أخذتها لو كلاس وحرقت قلب بابا وقلنا أوكي، لبسناها ورتبناها وصارت مقبولة بين العالم. بس للأسف ضاينت 5 سنين ورجعت أصلها. خلص جيهان، أعطي أوردر لفلدا، بدي أشرب قهوة. ريمون بتطلع لي فنجان قهوة الله يخليك، عملهم 2. ما تقلي لي فادي، بدي أقعد معك شوي. أخذت دواني كل هالجمعة بنهار لأنه ما عم بيصير لي أقعد مع أولادي أبداً. ما عم شوفهم. لا عم بعرف شو عم ياكلوا ولا كيف عم يدرسوا ولا أي ساعة عم يناموا. اي والله معك حق، بتعرفي قديه صار لي ما شفته لباب جمعة. انا بيجي على البيت بكون هو رايح كار، هو بيجي انا بفل، ولك اكلاته بياكلوا مسقعين المعطر. ديانا ما بيعرف يسخن اكلاته الدكتور. بضيع بلاي غاده بضيع، اذا ما بحضر له الاكل بيقعد بلا اكل، اذا ما بحضر له تياب اللي بده يلبسهم تاني نهار بيلبس نفس التياب لو عليكم الكلب. حاجة غنجي، من عدا شي عم تشتغلي وتصرفي على البيت حتى هو يدرس، وحارمي حالك من الولاد حتى ما تحملي مسؤوليه. على القليل يطبخ اكلاته ويغسل ثيابه يعني. حرام ولو عم يهلك بين الدرس والشغل. انا شايفه انه راكب على كتافك ومدندل اجري. لك مين عم يحكي؟ جوزك البيك احسن يعني؟ انا على القليل عم يدرس ويشتغل ويأسس لمستقبلنا. مش قاعد يسهر ويلعب قمار ويصرفهم على النسوان ويرجع اخر الليل يضربني. هيك؟ يلا باي. ما بدي اشرب القهوة؟ ما انا كمان عندي غسيل وطبخ. وعندي عيلة مش بس رجال، هيدا إذا ما دقوا لي بنص الليل وقالوا لي في وحدة بدها تخلف. يلا باي. باي. ريمون؟ أنا طلبت قهوة ولا غمة؟ ثانك يو فيلدا. خلينا بالموضوع المهم. بدك تجبرها تترك الشغل فريد. هلا ما تهربي من موضوع غازي. خلصنا بقى من موضوع غازي. وقت ما يرجع من افريقيا رح اقول لهم انا موافقه اتجوزه منيح. خلاص وعد، لانه كل مره بتقولي لي لما يرجع من السفر بتفق معه وبترجع بتاجلي. الله يساعد هالزلمه، لو ما بينه طويل كان طفش حاجه مرشحه فيه. بيناتنا هو كتير بارد. كوما سانسو دي باجيهان كمان اختي، انت منك بركان. شو قصدك يعني انه انا بارده؟
خففي لي غنجك وخففي لي غرورك. مش كل يوم رح ملاقي رجال عنده ثروة ومن طبقتنا الاجتماعية. ما عم بتغنج ولا شيء، ناطرة الرجال المناسب اللي بيستحقني. وي ما بقى في رجال بيستحقك من بعد ما توفى كينج إدوارد. لو بوفغ إلى غاتي. ارضيلي هلأ بالشيخ غازي، أرشي مليونير وجنتلمان ومثل ما أنت بتحبه. تأخرت اليوم. كنت عم اشتغل على قضية عاصي. ورح تربحها؟ لازم اربحها. وينك ما عم تبين؟ اشتقنا لك. عزايم؟ اوف، بيعرفوني عزابي، فكل حدا بيعزمني غدا عشاء يعني عم بيحنوا علي. واكيد بعرفوك على هالبنات. لا ولو مش لهالدرجة، لأني هددتهم أني ما عاد أدعس بيتهم إذا لسه حدا منهم بيفتح لي موضوع الجواز. ما عم بيقدروا يفهموا إنه أنا زلمة ما بدي أتجوز. بيني وبينك أحسن لك، أنت ربحان، لشو الجايزة؟ أنا كل يوم بسب الساعة اللي تجوزت فيها مليون مرة. بيني وبينك غدا يلي لازم تسب الساعة اللي تجوزتك فيها. بالمناسبة كيفهم هي والأولاد؟ والله عم شوفهم بس هني نايمين. يلي بيسمعك بيفكرك إنك مشغول بشي تاني كتير مهم لدرجة إنك ما عم تخليك تشوفهم. تفضل. يلا جنة. قد ما عاشك اخرتها جيهان. امتى رح نتجوز؟ شو بصير لك بجيب لك سيرة الزواج؟ إذا ما بدك تتجوزيني قوليها بصراحة. وين رح نسكن؟ فيك تجيب فيلا بهالمعاش؟ ما تكوني مفكر إنك رح تعيش معي؟ لا حبيبي، أنا ماني مستعدة أبداً إنه أصرف على رجال. جيهان أنت سامعة حالك شو عم تحكي؟ ليش أنا بقبل إنك تصرفي علي؟ إنه شو بدك يعني؟ فيكي تنطري بعد 5 سنين؟ وقديه بدنا ننطر؟ وانت منك مستعدة انك تتنازلي وتعيشي بشقتي تكن تحسنت احوالي. بتعرف جوابي كتير منيح. هيدا الشيء مستحيل. انا ما رح اقبل، وبليز وطي صوتك لانك رح تجرسنا قدام العالم. والحل؟ الحل انه في هلا، لانه حاسه حالي عم بختنق. يظهر غادة رجعت تشكيني عندك. لا ابدا. ليش؟ لانه ما عجبني جوابك بنادي الجولف. انا بالنسبه لغادة صار لي اكثر من جمعه ما شفتها ولا حكيتها تليفون. بعدين انا جاوبتك على الشيء اللي قلته. اذا ما عم تقدر تشوف اولادك الا وهن نايمين معناتها اكيد رجعت تسهر وتلعب قمار. وحياتك صار لي شهر مش لاعب، اصلا ما معي مصاري تلعب. من وقت ما خسرت $10,000 حلفت على القمار. خسرت كل هالملايين وقفت معك على $10,000؟ صدقني تغيرت. وإذا منك مصدقني شرفت عشا عندي الليلة وبتشوف كيف صرت. لا لا طبعا مصدقك، أنا بس شوفك بالبيت مش عارفك. بعدين كيف عم تعزمني على العشاء ومش مخبر غادة؟ بركي مش جاهزة تستقبلني. أنا بقرر مين بيستقبل عندي بالبيت ومين لا. مش غادة، عمول حسابك العشاء عندي الليلة. ليش أنت حتحضر العشاء؟ أكيد لا. أنا بالنسبة إلي إذا مش غادة اتصلت فيني شخصيا وعزمتني ما رح أجي. حاضر، بس لأنك أعز صديق عندي رح خليها تحكيك. وهلأ بناكل ديسير، أوكي؟ جو ؟
هلا سارة وين صرت؟ مش سامعة صوتي. كتبت في ذلك شو دخلك؟ زمان. كتبت في ذلك زمان. عيديه. ايه زمان؟ لك سكت، انت عم تدرسي ما عم بدي ركز. انت اسكت، انا هيك بعرف ادرس. ما هو بشرفك الليلة ما عم بدي ركز، خليها تسكت. سارة اكتبي انت وساكتة. اف انا عطول بدي اسكت. وانت يا فيلسوف ليه مفرع هيك؟ فوت حط شي عليك. انا بعضل يعني دغري بخلص درسي وما في ساعة. والله؟ طيب فرجيني لشوف. فرجيني شطارتك يا ابو عضل وسمعني. يلا بسمع عليك. لك يا ماما بتعرفي شغلي في ساعة رح فوت البص. لك الله يساعدني عليك. يا نانا وين صرتي؟ صار لك ساعة بالحمام. كتبت في ذلك شو؟ الزمان. كتبت في ذلك الزمان. هيك بدك تضلك ساكتة؟ شو جيهان؟ بعدك بتحبيني؟ أكتر ما بتتصور. يلي بحب يعمل مستحيل تعيش مع اللي بحبه. فينا نأجل هيدا الحديث لبكرة؟ الليلة معزومين على العشاء. أنا طالع عبالي اسهر واشرب واضحك معك بس. ايه بس مش الليلة. شو الفرق بين الليلة وبكرة؟ ما عم بفهم. لك 3 سنين عم تهربي من أي موضوع بحدد مصير علاقتنا. لأنه عم أجل النهاية، فهم بقى. كيف؟ مش حاسس؟ مش حاسس إنه علاقتنا خلص نهايتها صارت محسومة. أنا عم بهرب من هالموضوع لأني خايفة من هديك اللحظة. عن أي لحظة عم تحكي؟ ما في أمل من علاقتنا. أنا ما فيني أتجوزك. ما رح تتجوزيني؟ كنت عارفة من الأول إنه ما بدك تتجوزيني؟ مش ما بدي، ما فيي. إلك 3 سنين عم تضحك علي؟ بحبك كتير بس مش عم بقدر اخذ القرار اني اتركك. كمان ما فيني اتنازل عن الستاندرد اللي انا عايشه فيه. انا جيهان يزبك، بنت البيك كميل يزبك، اهم واغنى رجال تقدموا لي وانا رفضتهم. كلهم ناطرين ليعرفوا مين رح اتجوز. وأكيد مش أنت الشخص اللي رح أتجوزه. سوي أنت السيارة وبعتي ليها بكرة، لأنه مش قادر أبقى معك ولا لحظة بقى. Thank you.
تأمرني شي غيره يا بيك؟ لا، طالع اطمن على الاولاد. بعدين رجع ظاهر؟ يمكن. عادل جاي لعندي يتعشى، بس ما بدي يعرف انه رجع قطع. اوعى. طيب يا بيك انا بنترك او بروح وبرجع. لا، نام بالسيارة وانا بس انزل بوعيك. طيب لا يا بيك ما تواخذني، ما جاوبتني على موضوع المصاري. ايه بدبر لك هاليومين، ولا يهمك. يلا روح نام يا مخيل، روح نام. كل اسم مفعول دواء السيلين لمسيو رزق فينا بكرة نعمله العملية، بتكون غرفة العملية جاهزة على الساعة 10. ما تنسى كمان انه بكرة عندك عملية لمضامنا هضرالي على الساعة 8 الصبح. عظيم. شكرا. أمل جوزك على التليفون. هدي ألو. يقبرني هالصوت الحلو. كيفك بوسي؟ يا مخلوع الجمعة بالك يا أمل يا حبيبتي يا عيوني. جيبي سنجري كرمالي ظبط هالمغسله. جاي ظبط دقني ونام ساعتين قبل ما اقوم ادرس، لقيتها مسدوده. بدك اعصب ولا ما اعصب؟ شو بعمل هلا انا؟ حياتي ما تعصب، روق شوي. انا امبارح صلحتها فكرت مشي حالها، خلص انت حلق على المغسله وانا بنظف وراك، ما تعد الهم، وبكره بتلاقيها مصلحه، اوكي؟ بس بليز ما تزعل. ماشي. باي. شو باي؟ اوعك تنام قبل ما تاكل، عملت لك مسقعه. اوكي. حياتي انت تقبرني، ما تزعل. ما بحب شوفك زعلان، يا ريتني هلا حتى تنزل فيك تبويس وراضيك بوسي انت. روحي روحي على شغلك يا شط اي حنك. اوعك تفل الصبح قبل ما ارجع، بدي اشوفك خمس دقائق، اوكي؟ انا ماشي على الستة، إذا بدك تشوفيني تعي قبل. لك حياتي كيف بدي اجي قبل إذا دوام بيخلص على الساعة 6؟ هلا بشوف شو بدي اعمل، يلعن حظي انا. يلا باي. باي. يقبرني انا شو بحبه. شفت الحكي؟ ماما خلصت الاكزرسيس الثاني. عافيك يا ماما، شو بعد عندك؟ للسيونس. الو. اهلا محمود. هلا؟ لا محمود انا ما بولد مره بالسابع. يمكن الولد يعوز كوفوز لازم تنقلها على المستشفى. طيب طيب انا بولده. انت سبقني على المستشفى وبلاقيك بعد شوي. الله معك. شو صار؟ حفظت البويزين؟ ايه ماما. كيف صغار الحلوين الشطورين؟ وانت نادين؟ خلصت درس حبيبي؟ ايه. ليش عم تحكي من بطنك؟ عالي صوتك. طلع فيي. عم اقول لك تطلع فيي. خلصت درسك؟ ايه. عافيك يا شاطر، هيك بيكونوا الولاد الشاطرين. خدي اخواتك نانا وفوتوا على الاوضه، هلا انا بلحقكم. كم مره بدي اقول لكم بنتي اسمها نظيره على اسم امي البيكيه نظيره يزبك، سامعه يا بنت الخباز؟ يا عم البنت ما بتحب اسمها، واصحاب المدرسه بضلوا يتمسخروا عليها، شو بنعمل لها عقده من ورا اسمها؟ بنعمل لها عقده من ورا اسمها؟ يصح لها تكون مثل ضفر ستها. قربي لهون، لك شو بك جامده مثل كل هالعباد؟ اتركها للبنت، شو بدك فيها؟ اتركها. انت اسكتي وما تتدخلي، ما حدا رزق هالولاد غيرك، عم يتصرفوا مثل ولاد الشوارع مش كانوا ولاد بيك. انت شو اسمك؟ نظيرة. نظيرة، برافو. إذا بسمع حدا أو بعرف إنه حدا عيط لك باسم نانا مرة ثانية، ما تلومي لنفسك. سامع بابا؟ برافو يا شاطرة. وهلا تعي قعدي واعطيني بوسة. نظيرة على اسم كتير ستات كان لهم قيمتهم بالتاريخ، وهيدا اسم ستك يلي كل الناس بتحلف وحياتها، وانت كمان لازم تفتخري فيها وغيرك كمان. شو هيدي نانا ما نانا مثل بنات الكباريات؟ روح ادرسي. نظيرة تعي بوسيني. نديم
وهلا سارة. ما بنت 9 سنين على بنات الكباريهات؟ هلا بتسكر بعد ما صارت 6 انت راجع على المستشفى؟ ايه نعم، لان ام محمود بدها تخلف بالسابع. وتخلف؟ انت شو خصك؟ خلي جوزها ينزلها. جوزها رح ينزلها، بس انا مضطره اخلفها، وبعدين هو ما بحب حدا يكشف على مرته، ماشي؟ وانا ما بحب انه مرته تنزل، ما رح خليكي، يصطفي محمود يدبر راسه. قلت له اني نازله، بعدين ما رح اتاخر، ماكسيموم الساعه 9 بكون هون. عادي المعزوم لعنا على العشاء. ايه اهلا وسهلا. انه نعمل له صحن تبوله ونشوي لحمه، واصلا هو ما بحب يعني تقل على العشاء. ولا وانت كمان بتعرفي شو بحب وشو ما بحب؟ لو بتهتمي فيي انا هالقد وتبقي اعزميه، لانه ما بيقبل ينعزم الا منك. انا نازله لعند لودي الا تيجي تقعد مع الاولاد بغيبتي. غاده ما تتاخري احسن ما تشغلي لي بالي. هلا صار ينشغل باله 7 البورومبو؟ بشرفك لودي، ما تزيدي على قلبي. يا عمي ارحمي حالك، رح تدوبي، جسمك من لحم ودم مش من حديد. انه شو بعمل يعني؟ ما تعملي شيء، رح البس واطلع. لودي انا عم عزبك معي. ما تحكي هالحكي، ولادك مثل ولادي، يوم مثل ما بشوفهم بشتاق لهم بسلوني. بس اليوم ما في تسلية، نحن مش بالويك اند. بخلصوا درسهم بيتعشوا بيتحمموا وبيحضروا ساعة تلفزيون بعدين عالنوم. تؤمري. وبالمونة في شوية بقدونس بالبراد، يا ريت هيك بتعملي لك شي صحن طبولة طيب من ايديك الحلوين، لأنه الليلة جاي تعشى عنا المتر عادل. متر عادل؟ ايه والله بعمل له مش بس طبولة، بعمل له غمة. نعم، شو في بعد خير؟ نظيرة بالمطبخ عم بتبول، مدري شو بها. نعم، شو عم تعملي لحالك هون بالعتمة؟ خلص حبيبتي ما بقى تبكي. بكره اسم نظيرة، بكرهه. شش وطي صوتك يا حقيقة برا. معليش حبيبتي، هو شو بيعرفوا بالمدرسة شو عم بعيطولك؟ يمكن أصلا ناسي اسم المدرسة من أساسها. بعدين أغلب الأوقات ما بيكون موجود بالبيت، وقت اللي بيكون موجود من عيطلك نظيرة. بكره بي. لا ما بيقولوا هيك، هيدا بيك لازم تحبيه وتحترميه. بعدين شو فيه وقت اللي ما بيكون سكران؟ قدي بغنشكن وقدي بلعبكن. ما هو صاير عطول سكران. معليش حبيبتي، بدنا نتحمله، عنده مشاكله وعنده همومه. يلا حبيبتي انا لازم انزل على المستشفى. قلت لها لودي حتى تيجي تقعد معكم، وبعدين عم عادل جاي يسهر الليله هون فبيلتهي فيه. عن جد؟ ايه. ما كان قصوا عم عادل يكون بينهم؟ نانا اوعى تحكي هيدا الكلام قدام بيك، اوعى. قومي قومي روحي عند اخواتك يلا. Thank you.
السيارة، فريد مش ظاهر الليلة. يمكن يظهر بعد نص ليل، ما بتحرز روح على بيتي وارجع. رجع ظاهر؟ ما بعرف يا بيكية. يا مخيل كم مرة صرت قلت لك ما بحب تعيط لبيكية، قل لي غادة غادة. عفوا ست غادة، بس ما بعرف إذا البيك قال لك على المبلغ اللي طلبته منه. لا ما قال لي. يا مخيل شو بعدك عم تعمل معه؟ صرت قلت لك مليون مرة روح فتش على شغل عند حدا تاني، نحن مش قادرين بقى نحط مصاريف شوفرية. أعوذ بالله، أنا ما بترك البيك إلا إذا حضرته استغنى عن خدماتك. ما هو ما رح يستغنى عن خدماتك ما زالك قابل بالقليل. بسيطة، وقت اللي كان معه ما كان مقصر، كل عمره كان كريم علي ويعطيني أكتر ما بستاهل. معلش هالأيام إذا تنزلت شوي عن حبي. بس عم تطلع براسي يا مخيل، أنا اللي عم بعطيك إياهم، عم شيلهم من تم ولادي. بس أنا ما عم باخد شي، كل يومين ثلاثة بزت لي 10,000 ليرة. بس هالقد عم يعطيه؟ أنا مش عايز أكتر من هيك، ولاد عم يساعدوني، بس كنت عايز هالمبلغ الصغير لأنه أنجيل سنان عم يجعوها كتير وبدها تقبعهم أجلك وتركب وجبة، والولاد مش مسيسرة معهم هالأيام. عأساس أنا اللي مسيسرة معي. طيب مخيل قديش المبلغ؟ 400,000 ليرة بس. أوكي رح دبر لك يوم، بس رح أعطيك يوم إيد بإيد أحسن ما هي، خدهم حضرته ويحطهم بجيبته. أنت ما بقى بتجيب له سيرة هالموضوع. طول عمرك يا بيكية، خلينا هيك. رجعنا مخيل، غادة غادة، يلا بخاطرك. بونسوار ستنا. ولو بدك عزيمة لعنا؟ لا لا مش هيك، بس قلت بتكوني هلكانة وملك جلادة تعملي عشاء. كرمالك بعمل أكتر بكتير من عشاء، أنت عزيز علي، بكفي قدي بحملك همومي. مجبور مجبور أحملهم، ما هيدا صاحبي اللي عم يسبب لك كل المشاكل. والله أنت والولاد الشيء الإيجابي الوحيد اللي طلع لي من جيستي بصاحبك. ما قلتي لي كيف البيك هالأيام؟ كيف بده يكون يعني؟ قصة تبريق الزيت. أنا ما عم أفهم هذا المجنون كيف بيقدر يتصرف معك هيك بدل ما يحطك بعيونه. حكيك بينفع معه بس شي جمعة وبعدين بيخلص مفعوله. لكن ناطرينك. أوكي يمكن توصل وما أكون بعد موجودة، بس بلحقكن على العشاء. وأنا ما رح أتعشى إلا إذا بتكوني موجودة. فإذا رح أعمل جهدي أني أجي بكير، ما بقبل أبدا أنك تجوع بسببي. باي. باي. سيربريز. شو هالسيربريز هيدي؟ كيف دبرت حدا مطرحك؟ خليه ما اخذت مطرحي، بس شرطتني اخذ مطرحها ليلتين، راح اشتغل ليلتين، شفتوا؟ تأجي اشوفك. ايه؟ ما خصني، انت مشتاقتي لي. اه والله انه انت مانك مشتاق لي؟ انه مشتاق لك، بس انه مش لدرجه اشتغل ليلتين كرمال اجي شوفك ليلي. عم بقلبك ما قلق امك. هلا اذا خبرتك هالشيء بتصدق؟ نو انا ما فيني اعيش بلاكي. ولا انا. خرت اخذ اعصابي. طيب بيبي قومي خذي الحبه. ما معقول ما معقول ما بتنسى. امل نحن بوضعنا ممنوع الغلط، لا بنقدر نحط مصاري لتروحي ولا بنقدر نجيب ولد. طيب طيب خلص يلا. يلا لك شو القصة؟ صرت بالكاسة الرابعة ولسه ما بلشنا السهرة. منيح وكزلمة، مش كل يوم تشرفني بزيارتك. هاي الوسكي اللي عم تحكيه ولا انت؟ عادل بعدك بتعتبرني اهم صديق لإلك؟
لا اكيد عن الكاس الرابع بدك تسالني هيك سؤال. طبعا شو رايك انت؟ لك نحن عشرة عمر. ما بعرف بس بحسك اخر فتره صرت تحتقرني لاني فلست. عن جد عيب، عن جد عيب تحكي معي هذا الحكي. لك انت يا بني ادم اذا بتحط عقلك براسك وبتبطل الشرب والقمار كنت بترجع بتوقف على رجليك مثل قبل واحسن من قبل كمان. شفت انك عم تحتقرني لانك عم بتهتني بفقري. لمعلوماتك ماتر، انا ما فلست من لعب القمار، افلس البنك هو اللي خليني فلس. حطيت بوقتها مليون دولار راحوا بلحظه. فريد ما حدا عم بيتهمك. بعدين روق روق. لكن غادة هي اللي خلتك تحتقرني لانها بتضل تنقلك. اذا شي مره جيت على البيت معصب وعصبت عليهم بتكبر المشكل وبتحولوا لمصيبه. هيك بيقولوا كل الناس انه هي الضحيه وانا الظالم. بشرفك، في شي رجال ومره ما بيتخانقوا؟ اولا غادة حطتك على راسها وما عم تخبر حدا عن وضعك، وعم تقول لكل الناس انه رجعت على شغلها لانه بتحبه وبتعتبره رسالتها الانسانيه. فهمت يا بني ادم؟ لا ما فهمت. ما مشكلتك انك ما بدك تفهم. العشاء صار جاهز اذا بتحبوا تتفضلوا على الطاوله. ايه اكيد. يلا قوم. لوين بدي قوم؟ على الطاوله. ما راح اتعشى قبل ما تجي غادة. تلحقنا بعدين. مستحيل، ما راح احط لقمه بتمي قبل ما تجي غادة. طيب لودي بتحب تاخذي كيس معنا؟ لا ميرسي، رح فوت على السيجور لانه عندي مسلسل بدي احضره. انا ممنونك دائما مضل معزبيلك. بالاذن. اذنك معك تفضلي. قوم صب لك كاس خامس ولا بكفي؟ بعزبك. هات لشوف. شو بعد بدك؟ جابت لك مفاتيح السيارة. ميرسي. بعد بدك شيء؟ فيه يفوت؟ أكيد لا. ما بتعرف قديش بحبك. صدقيني جيهان، أقل بكتير مما أنت مفكرة. سمير خليني فوت، لازم نحكي. شو هالحكي المهم اللي لازم تحكيه؟ سمير تعال تحدي بليز. تعال بليز. تفضلي عم بسمعك. بتعرف قدي بحبك مايك؟ أكيد بتحبيني، بتحبيني بس ما فيك تتجوزيني. انه بدك نضل بعلاقة بدون زواج جيهان؟ سمير خلينا نستفيد من بعض قد ما فينا. لك لأيمتى؟ قربت قربت كتير. انه بفهم من حديثك انه انت هلأ معي كنت لقيتي عريس من مستويك، ما هيك؟ لقيته. لقيتيه؟ ايه مبروك. ما حبيت انه علاقتنا تنتهي مثل ما انتهت بالسيارة. ما بدي اياك تعرف من العالم انه انا رح اتجوز. فيك تعيط علي، فيك تهيني وتبهدلني، ما راح ازعل. فيك تعمل اللي بدك اياه في. اقتلك؟ ما بعتقد انه هيدا من ضمن الاوبشنز. فاذا قومي فلي وهلا
تكرهني كتير؟ قلت لك فلي سمير. معقولة هيدي؟ صارت الساعة 11 وحضرتها ما شرفت وعرفتنا قاعدين بلا أكل ونطينا، مش معقول شو بلا إحساس. الغايب عذره معه. لا، الحالة ما بقى تنطاق. كل يوم ما بتسرب على البيت قبل نص ليل، ومرات بتظهر نص ليل وما بتسرب للصبح. طيب هذا الشغلة شو بتعمل؟ ومثل ما شو بيقولوا؟ بيقولوا الولد مثل الحرامي ما بتعرف أنت بيطل؟ إيه، بس كل شيء له حدود. بقول لك شو؟ أنا ما بقى فيي أنطر. قوم تناكل لأنه ميت من الجوع، وبس تجي بتلحقنا. قوم. بونسوار. بونسوار. سوري كثير عادل، ان شاء الله تكونوا تعشيتوا. لا والله ما تعشينا، لانه عادل مثل عادته حابب يكون جنتلمان حتى مع اللي ما بيستاهلوا. كنت عم خلف مره حرام كثير نزفت ونزل ضغطه وكانت رح تموت. كان فيك تتصلي. كيف بدي اتصل وانا بغرفه العمليات ولابسه ثيابه معقمه والمره عم بتموت بين ايدي؟ وتموت مش احسن ما انا موت من الجوع؟ ولك انت ما بتفكر غير بحالك ومن بعد الطوفان. كفي. مش سهل امشي بنسك.